اللي بيلعبها على طول توصل لاسماعيل يوسف وتعب من حماده ايمن يونس بيجيب الجول الاول لنادي الزمالك. ايمن يونس بيجيب الجول الاول لنادي الزمالك. ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقه من بدايه الشوط الاول. مجدي عبد الغني عاليه بيطلع ايمن تقع منه اسامه عرابي. مجدي عبد الغني عاليه بيطلع ايمن تقع منه. حكم ادى ضربه مرمى ورجع استشار المساعد بتاعه فدى له ضربه ركنيه. لعب عاليه ضربة ركنية أرضية تعدي يطلعها هشام يرجعها على عبد الصادق و يحط شمس حامد الهدف الأول لنادي الأهلي أعتقد رباعي خط ظهر قدم بهدف لشمس حامد أحرزه في الدقيقة 22 حماد عبد اللطيف عرضية وعلي لإبراهيم يوسف يريح عبد المهرج ويخش أحمد الشاذلي لنادي الزمالك. هيلعب الضربه الحره المباشره عكسيه وعاليه وحلوه وجوه الجول من نبيل محمود. نبيل محمود احد نجوم ساعتها في الدوري هيتلعب بدون دوليين ازاي وكان مهم يعني كابتن عصام بهيجة الله يرحمه وابويا الروحي طبعا كان يهمه ان انا ما كنتش متواخد مع الناس اللي رايحه المنتخب عشان لو كملنا الدوري بدون الدوليين وفعلا كملنا الدوري بدون الدوليين وكسبنا الماتش اللي هو بتاع الاهلي 2-1 اللي هو بتاع احمد الشاذلي ونبيل محمود. العش بيلعب مكان عمر لمصطفى نجم لما بيلعب عليه النهارده بدر وبدر بيلعب كره حلوه تمام بيلحقها طارق تمام بيلحقها طارق بدر بيلعب كره حلوه تمام بيلحقها طارق يلحق حماده عبد اللطيف حماده عبد اللطيف وبيرقص حماده وبيلعب كره بخارج رجله انما تعدي وتروح له طارق يا سلام يا سلام كره حلوه حلوه حماده عبد اللطيف وهو برضه صحيح حماده ما بيجيبش جوان انما هو اللي بيعمل معظم اجوان نادي الزمالك يعني حماده عبد اللطيف جايب جون في الدوري انما عامل الكره اللي فاتت وجوه الجول كره حلوه 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 حماده عبد اللطيف زي ما بقول لحضراتكم نجم نادي الزمالك وهو اللي بيطلع الاهات من جمهور نادي الزمالك ويصفر حسام ميدي جول وبيصنفر الاتحاد وبترجع لحسن مرسي وحسن مرسي انما بيطلعها نبيل محمود وتاني نادي الاتحاد الاهلي مشترك مع الاهلي مرتين كاس مصر كاس مصر كاس مصر وابراهيم يوسف والجنرال عصام بهيك جدعان تقنية الفار تخش مصر يا رب يا رب تقنية الفار تخش يا رب يا رب يا رب هي الحل الوحيد لينا يا رب الحل الوحيد تقنية الفار مش هتخاف من الفنان